السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم موضوع جميل، وموضوع يعني ما أعرف من وين أبدأ بصراحة، لكن نبدأ من هذا الموقع. احنا في مطرح تحديدا، ورا سوق مطرح. الموقع هذا اللي خلفنا هو البريد القديم من قبل السبعينات. الوادي هذا يسمى وادي خلفان، هذه منطقة المخازن البخاخير من زمان، يعني هي اللي موجودة في مطرح. هذا المكان هو موقف السيارات، كان قبل النهضة ولا زال موقف عادي، بس كان موقف السيارات التجارية قبل النهضة. يعني يكاد نوعين فقط من السيارات في عمان، وقليلة جدا، اللي هي البيدفورد أو تسمى أيضا عربية، سميناها في عمان عربية، وتسمى أعتقد تريتن بمعنى 3 طن، يعني 3 أطنان. هذه السيارة كانت مشهورة، بالإضافة إلى سيارات لاندروفر الإنجليزية معروفة. هذه هي السيارات المتوفرة، وسيلة النقل قبل السبعينات هذه كانت، بالإضافة إلى الركاب، الدواب سواء الحمير أو الجمال، اللي أيضا لها موقف كان هنا عند ما يسمى دروازة الحطب، اللي كانت تجيب الحطب من المناطق. موضوعنا اليوم كيف الرحلة تتم عبر سيارة العربية، هذه السيارة اللي صارت جزء من تاريخنا. اليوم راح نروح في رحلة رمزية، لأن لو بغينا نوثقها كاملة ما تكفي، برنامجنا يعني ما يكفي في أقل من نص ساعة، ولكن أبدأ يعني ببعض معلومات. المسافة اللي بنروحها هي 180 كيلو، نقطعها اليوم في حوالي ساعتين، كانت تقطع في يوم وليلة في الأغلب، يعني لابد من مبيت في الطريق. ما بطول كثير، المعلومات الأهم راح نسمعها من شايبنا اليوم. ضيفنا اليوم هو أول شخص دخل بسيارة إلى ولاية المضيبي، وأول شخص محسوب اليوم في ولاية المضيبي، أول سائق، أول شخص ساق سيارة ودخل بسيارة إلى الولاية. معنا شايب ربيع بن سحلوف بن سالم الهنائي، وراح يخبرنا عن هالقصة وتاريخها. ببلال مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله، عساك بخير. عافية الله فيك. يا مرحبا، بخير الحمد لله. الله يسلمك. لبا نرجعك شوية. أهلا وسهلا. لهذيك الذكريات. مرحبا مرحبا. وذيك الرحلة. الشرف. البداية من هنا. بداية من هنا، تحميل. التحميل من هنا. من هنا. لأن البخاخير هنا قريبة. اللي يبغى الداخلية ويبغى الشرقية ويبغى غيره كده. نعم. من هنا التحميل. زين. من هذا الوادي. نعم. زين. والسوق كما تشوفه، السوق هذا ما دخل منه وراء المخازن، منه ما دخل. يوم تجيب حمال حمل ولا تبع الحمالي. نعم. منه ما دخل. نعم. ولا المخرج هناك عند الدروازة مشاي منه. نعم. عاد. نعم. وهذا منه بس معلومات لنا حل. والقلعة هنا ورانا، قلعة مطرح. قلعة القوت. نعم نعم نعم. قلعة مطرح. نعم. قلعة مطرح اسمها هذا. أيوة. صح. وهذا البريد. انزين، عاد الرحلة تبدأ من هنا إلى مضيبي. اليوم يعني نقضيها في ساعتين. انزين. كم كانت تحتاج؟ المضيبي كنا نحن أما في الأول يوم كنا ما نحيد. تمينا 3 أيام لين نوصل لمضيبي. يوم عندنا أول مرة نزير فيها. ها، إحنا اليوم بنوثق اليوم أول رحلة لك من هنا. إلى المضيبي. ترى خبر هي هذه الرحلة، أول رحلة هذه. زين. بعدنا ما نحيدها ورجينا المضيبي. ولا نعرف في شرق ولا في غرب. زين. بس خبرونا أنها انها المضيبي طريقها. هي. مشينا. تمينا 3 أيام لنوصل المضيبي. زين. يوم نوصل المكان هذا ويوصلنا إياه نعيده، ما نعرف إن صح. طبعاً ما في شارع أسفلت. ما شيء شارع عبر. لا شارع الأسفلت ينتهي عند المطار القديم. ما شيء. صح. ما شيء. زين. شارع.
شارع الله يعزه يكرمكم ويشوف الحاضرين شارع حمير. زين نحن ما عندنا الاول مره نصف قرب حمير فينا شاويه في الجبل انها متعب سالناها كنا الحين طريق مضيبي قال سير وتلاقي جفر قدام شو وطريق حمير ومشوا فيه. هذا عدتوا هناك عند الروضه هنا طالعين من مقيحفه بعد مقيحفه بعد الجرده بعد الجرده. طيب اسالك هنا طبعا السياره لازم فيها معيوني يعني سايق ومعيوني معنا مساعد لان اشتغلت معيوني انت في البدايه معيوني نعم خلاف سويسرا انت تعلمت السياقه زين وشفت كيف تعلمت السياقه؟ تعلمت السواقه لاني سويت معاون والسايق هذا اللي عندي قال يعلم السياقه يعلمك للمعيوني يعلم سايق بقبلي وانا معاون عنده علمني السواقه وبديت اسوق وهذا زين قال لي يقول لي انت تعرف السوق الحين وانت تعرف السوق وانت من ذا البلاد ولد شيوخ يقول لي انت معهم شغل انزين وانا مسافر تمام. هذه بدايه تعليم السياقه. ايوه هنا قبل لا تتحرك السياره من هذا المكان قبل لا تتحرك العربية كيف تجهزوا نفسكم؟ نجهز امان اذا كان سايقين احنا عندنا سايقين اول شيء نتابع سياره مو باي فيها غلط شيء ولا شيء باي تطيح شيء فحصوها نفحصها سياره زين ما شيء فيها ولا شيء حملنا وطلعنا. واللي يبغى ينول معكم كيف ينول؟ ينولنا من البلاد اذا انت طالع من هنا طالع من هنا لان ساير جاي قبل منك اسال يجرى الحمل بباغي ما تاثر بيا في كذا يوم كذا يوم قال انا مستعجل ابغى اسير مطرح ابغى اسير باكر ابغى اتشرع تبغى السياره على حسابك كامله ولا قال نص احنا ولا شحنا كنا زين باكر ابغى نسير ندور واحد غيره وياك زاده ناخذ نص حمل ولا شيء. واذا الواحد وحده باغي يجي باغي يجي من البلاد ما يجيب وحده كم تاخذ؟ لا مع الناس مع البقيه مع البقيه ينول مع البقيه نقل البقيه نول ذيك اليوم بخمسه قروش خمسة قروش نعم من مضيبي حاله مضيبي حاله او من هنا حال مضيبي من مضيبي حاله نعم لو من هنا حال مضيبي بخمسة قروش زمن القرش ماشي ريال. طيب ايش تاخذوا معكم لان الطريق لا فيها محطات بترول ولا محلات ولا شيء ايش تستاحدوا معكم؟ نستاحد نعرف طريقنا ما البترول خزان في السياره ونشد الرام خلي احتياط يمكن دينا عمل هناك في البلاد تنقلات مهنه ومهنه وما معنا بترول نعبي بترول مهنه شلوا في درام وتشلوا احتياط شلوا احتياط نعم من غير تعبيه نعم ونعبيها من السياره نعم. عارفين نعبيها سياره هنا يوصلنا تمام وصلنا هناك وما حد صرنا نشتغل مهنه ومهنه طلعنا من تاجينا من درامنا وجينا مره ثانيه هنا يوم تمام اذا طلعوا ذاهبين بالبترول وبالزاد بزادنا وكل شيء وعندكم واعين وهذا عندنا كل شيء عشان بتطبخوا في الطريق ايوه نطبخ في الطريق تمام ونا غدانا وعشانا نعم في طريقنا. طيب ابو بلال احنا الان بنقوم بهالرحله مع المشاهدين اهلا وسهلا في النص ساعه هذه او الاقل من نص ساعه رمزيا بنتوقف عند اهم المحطات اللي كنتوا تتوقفوا فيها من هنا الى المضيبي اهلا وسهلا اول محطه ظني عند العشور عند عشورين نعم الساعه 6 الساعه 6 ينزل العلم بات هناك يغلق المكان اذا طيب. الصبح والصبح افتح لك وتاخذ الدرب. طيب بنمر وبنشوف المكان ان شاء الله يلا بسم الله بسم الله بسم الله احنا الان في دوار وادي عدي صح احيده وهذا المكان مكان العشور صح الجمارك احيده يعني كان طبعا نحكي كله قبل النهضه قبل النهضه اذا حكينا عنه ما نكمل باله سنه صح زين لا انا احكي هنا بس بالنسبه للمكان العشور يوم يكون جاي من مصر من عمان داخل ما توصل لنا الساعه 6 يقول لك وقف وقف هنا باتنا المغرب نغرب المغرب تغلق البوابة تغلق البوابة
ما حد يدخل، ما عاد يصير اي حد يطلع، حد يطلع، الطلوع مسموح، الطلوع مسموح من مسقط، من مسقط برا، هي تطلع برا، بس تدخل المطرح او مسقط ما تدخل. لا ماشي الين الساعه، الين الصبح في العلم، العلم يرسل العلم اليك. يعني انتم تعرفوه بالعلم؟ نعرف العلم، يرسل اذا العلم مرتفع ترى بعدهم مشي. ايه العلم نازل خلاص ترى عاد المكان مسكر. وقف يجيك الصبح، الصبح تفتيش، تفتيش مو شايل عندك، مو شايل عندي قرش سمن، عندي قرش السمن ولا درمزح ولا ايش من هالنوع يعني. تدفع عليه ضريبه؟ عليه ضريبه، هذا عشور، هذا هو حالك اللي ماخذ منه. قال له ضريبه عليه حتى كم بيسه؟ كم بيسه؟ زين سيوها 30 بيسه ولا 40 بيسه؟ بيسه ربي. ايه زين الربيه، ايه اعطيناهم ياهن وسامحونا. قال دخلوا. من يدفع العشور؟ يدفع العشور بحال بحال وسمان، راعي المال، راعي المال هذا يدفع هو. زين ما يدفع على السياره، ما يخصه، اذا كان جاي منه هو يدفع عليه هو. تحيده كم في المية؟ لا. كيف الحسبه تتم؟ لا لا في الحساب ما ين حساب هذيك الساعه، ما ين خلوا اي نخر يقدروا وحده يقدروا. هذا اظني كان التقدير 5%. الله اعلم. شلوا اياها هذيك الحاجه دي. قال لك كيف عليها؟ زين اثنين كتبوا. طاك واحد ورقة، نعم. واحد سلم الفلوس، نعم. قال لك شل ثمانك، نعم. وصلنا فنجة أبو بلال. هذا فنجة مثل ما تحيدوها، ولكن الشارع اختلف. طبعا ما كان الشارع الاسفلت ولا الجسر ولا هني، هذه الدرب بعدين سوى الجسر، واللي كان الشارع الاصلي اللولي هذا هو، هذا من بيننا هذا. هذيك النزله، هذيك النزله ومنها هذه الطلعه، وهذه الطلعه ايوه. وهنا ناس يبيعوا هريس، ما هريس ويجي مسقط طلع وقف هنا ايوه وياكلوا. هذه محطه السفر، محطه السفر، هذه الاستراحه، هذه كما يقول ذاك ايش مدخل، ايوه مدخل هذا، ايه على الداخلية، لا مدخل ومخرج، انزين ماشي غيره حال مسقط، ايوه والداخلية، نعم هذا مدخل ومخرج. وطبعا عاد هنا يبدا التغريز، تغريز لا وايد منه، وايد تغريز هنا وغير هنا، هنا وسرور، وسرور ماشي شارع، ماشي الشارع هذا ما نشوفه. ولا كان اغلب ايام السنه الماي جاري هنا، جاري الماي، جاري الماي، يجلس عليه الناس يباتوا عنده هنا، تشوفوا من بيتيات سيارات جالسين هنا، بيتين وايد، بيتين ناس، وتلتقوا مع سيارات جايه من اماكن ثانيه ولا حد جاي من يجيو من الداخليه، يجيبوا من الداخليه ومن الشرقيه، ايوه يلتقوا هنا فنجة، تتلاقوا هنا، يتلاقوا هنا وتتعلموا عن الدرب، يتعلموا هاي تخابروا هنا مو طريق شيء ولا امطار، يتعلموا عنه. هي. كان شيء وعر مكان وعر هذا يخبروهم، نعم اربعتهم انه كان فلان زين، كان فلان ماي، وكان فلان واد فلان يهبط، وواد فلان ما هبط، ولا كان فلان مطر وكان ما في مطر، ماشي وسائل اتصال، ماشي 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 وسائل. يحسبوها الناس هنا كانهم وصلوا نص الطريق تقريبا، رغم ان هنا الثلث تقريبا، صح، من يعني من مطرح المعلومات يخذوا من بعضهم بعض، ولا ماشي اتصال، ما اتصال ما اعرف، ماشي من الناحيه هذه. الاستراحه هنا، استراح هنا ويجي مسقط، ايه. يجي هنا قبل استوى عاد وخلف يمر، ويجي من الداخليه ولا من الشرقيه، ايه. نوبه هنا من القاهم، نعم هنا. والهريس كان مشهور هنا، لا شيء غيره، ماشي مطاعم، لا مطاعم ماشي، هو ذاك كان هريس، بس هريس ايوه مسوى له سكر، ايه. وكد تعشى وربح، حال الدرب، حال الدرب الدرب، الدرب نعم. عندك سياره نعم. عنده والعق جايه في الطريق، هذيك الحال تباك شوف العق اول، والله الطرق الوعره هذه، ايه. ما تقول لي صرت ان سياره تخطون هنا ولا الناس يخطوا هنا، عجب نروح نشوف العق. اهلا وسهلا، خلا رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل طريقنا يكون. على خير، نعم ان شاء الله. هذه العقبه، هذه العقبه طال عمرك نجيب من بسقط محمنين، ننزل الركاب هنا، انزين ننزلهم العبريه، نخاف عليهم،
لان السياره وحدها ما تروم تطلع، وحدها ما تروم تطلع، ما تروم تطلع، لكن نخاف على الركاب. لا تنقلب تنقلب السياره. انزين. يوم اللي تكون هي والسايق، السايق مو جاحك ذاك. زين، متعمم نفسه على هذا الشيء، هو يتحمل هو وحده حال نفسه. قال لك انقلبت ابو فلان؟ قال لي انقلبت. كم مره؟ باسماعيل مره واحده بس. بس اسماعيل. زين اسماعيل. ايه زين، نزل العبريه هنا على سلامتهم، حال سلامتهم يعني. هي. السايق وحده متحمل الشيء هذا جاينه هو ولا معاوني؟ لا المعاون يهبط، المعاون يهبط مع السايق مع العبريه. مع العبريه. زين، يحافظ عليهم انه شل هذا البوتري عشان يكونوا شلوا ولا تبعدوا. انزين، شلوا اعطيه سياره وركبوها. انزين، المعاون هذا معاون شغلته. وعاد تون السياره هنا؟ ما تون، واحد واثنين، واحد واثنين ودبل. والعبريه يركبوها؟ العبريه مش وراها. عن ترجع، عن ترجع اذا دعت حاجه يكون بند سياره الحصان. سي حصان. زين، هذا هم يقدروا احد يهب من صوب. ايه يسوي حصان. يلها اسم هذه العقبه؟ ها العقبه الطويله. الطويله؟ طويله، عقبة طويله. بس هذا اسمها مثبتينها بهالاسم. العقبه الطويله اسمها هذه. ماشي اطول عنها. ايوه، في العقبات هذه ابو فلعق. نعم، هذه العقبه، عقبه طويله. كنتوا قطع العق يعني حاليا احنا ناخذ جوب 10 دقائق ربع ساعة تو صح؟ زين، اول كم يحتاج؟ ناخذ اربع ساعات كذا، اربع ولا خمسة. نعم، ياخذ علي العق الى تقطع ذا الوادي كله. نعم، اشوف الحالة. نعم، حصل. نعم. وسيارة محملة. ايه، ميكسر جير، ميكسر سيارة متعطلة. ايش تسوي اذا تعطلت سيارة؟ على فكرة انا لقيت مسمار تو هنا. هذا التراث بعده منا نحن، تهاية من بقايا. من بقايا. هذا باقي. مسمار سيارة هذا؟ سيارة، هي مسمار سيارة. يعني هذا يمكن هنا إلى 30 40 سنة. يمكن تقريبا. نعم. تقريبا. انزين. تقريبا يستوي. يوم تتعطل وإيش تسووا؟ أول نحن السايق ويسوق سيارة لازم يكون وحده ميكانيك. كل شيء ما حدا يجيك. نعم. إذا كان تعرف وحدك تصلح سيارتك صلح، ما تقدر قد السنة كذا أحد يسعفك. المعاوني إيش دوره؟ المعاوني يتعلم من السايق، إن السايق عارفين الخدمة الشغلة هذه. نعم. والمعاون ماله يقول له جيب سباين الفلاني، جيب سباين الفلاني، جيب سباين الفلاني. باكي بالوقت هذا. هو معاون. هو معاون، إيه، ساعد السايق. ما تضبط الرحلة بدون المعاون. ها، ما يستوي. قلت لي أبو بلال شغلة خارج تسجيل، انك قال لك شربت ماي الراديتر. ماي. نعم نعم، ماي المبرد. نعم، ماي الراديتر. نعم، شغل السياره. ايش الحاجه اللي وصلت؟ حاجه عطش وما شيء من قربي. متعطل؟ متعطل، تعطل السياره. لا شيء وادي، لا شيء. ما شيء وادي ولا شيء، قحط. شربت ماي السياره؟ شربت ماي السياره، بطلته من تانكي واحمر كانه بترول. وصخ بعد ما بترول، حاشا البترول. وصخ بردت الصفريه. دعيت على ودي السياره وانا جالس. وشربت؟ شربته. مو سوي. الله يعطيك الصحه والعافيه. شربته. الله يعطيك الصحه والعافيه. شربته. يا الله يا الخبر، يا الله يا بحر الزين يا اللولو. كان اصرنا الاصيل ذاك النهار تمر مع ودنا من يشيل الاسماك الحليه والملحه هناك. أيوة. يبو بدله سيما كمزاري ابو محمد، يعني معناته صبح ابوه. كلهم مستعجبين ذا السياره، يا سياره. أيوة. ما غريبه. الصف العصري ما في رمي. لا في رمي. لا في رمي، لا في رمي. وصلنا الروضه. هذا مدخل الروضه. اول مدخل الروضه هذا. نعم. لكن كنا ما نحيده. نعم. نعيد الكلام. انت لما جيت اول مره، جيت اول مره، اول مره جاء. اول مره جاء لمضيبي. زين، ما احيده. ما تحيدها مضيبي؟ ما احيده طول ولا شيء شارع. زين، كله ان شيء شارع ولا شارع. طردنا في الجبال جوب ساعتين. زين، بعد رجعنا من هنا شفنا شاويه. نعم. واحده ترعى هوشه. نعم، قلنا لو سمحتي دلينا الشارع ابوي بالمضيبي هين. زين، قالت له يفر هناك. وهو الجفر هذا، هذا الجفر، هذا الجفر. هي. قالت له يفر هناك وشوف هذا الحمار واتبعوه هو لين وصلكم بلاد تسمى الروضه. درب حمير هذه؟ درب حمير، ماشي من سيارات. وتوصلوا هناك بلاد تسمى الروضه. زين، سالوا من الروضه مر طريقكم هين المضيبي، طريق المضيبي. هي. بدا لي وكبه
طريق المضيبي. وعلى هالحال؟ وعلى هالحال اللي وصل للمضيبي. إلين وصلت المضيبي. المضيبي تمينا 3 أيام من طلعنا من مسقط إلى وصل للمضيبي. ما شاء الله. هذه تقريبا آخر محطة قبل لا توصل المضيبي. قبل آخر. آخر استراحة. آخر إيه. هذا حين نزلنا من الروضة. هي. طريق الروضة يعني الشارع. هي. ويا الروضة. نعم. هذا ماشي عندنا شغل الوديان بس. نعم. الوديان ونتعفين. نتعفين صراحة. هذا هنا كان واجد تغريز. وقت أمطار خاصة. الحمل أوقات ننزله نصه نغدفه الوادي. عشان السيارة تخف. تطلع السيارة. من طلع السيارة ننزل من ربو فيها. نعم. ونجي نشيل الباقي. هي. الحمد الثاني. نعم. نشيل مرة. نعم. وهذا شغل ولا في الليل ولا في النهار على هذه الشغلة. نعم. جينا ليل ولا جينا نهار لكن ذاك الأيام صوب وهذا. هي. وإحنا كمان كنا فينا هبة ريح. هي الحمد لله. وذيك اليوم تساعد الناس. نعم. الركاب وعندها. يوم تلقى حد مغرز بعدك تساعده. تساعده. هي. والركاب عندي وعندك وشوفوا مغرز ما يقصوا. كلهم يتساعدوا. يساعدوا. كلهم يتساعدوا. شحنتهم في السيارة مو شيء. صح. أمطار يجتوا الأمطار ما يقدروا. صح. يبي يخلصوا عمارهم بسرعة. نعم. وهذا الوادي كان فيه كان خصب واجد هذا. هذا خصب هناك. كان دائما في ماي. هناك أشجار باي تخاف تدخل. كان رسة الوادي. رسة كان رسة تخاف تدخل فيه بأي مكان. نعم. يعني تمشي تنزل في الوادي. نعم. تخاف إذا نعم. تخاف على نفسك. نعم. ولكن الحمد لله كل شيء كل شيء وقته. الحمد لله. كل شيء وقته. الحمد لله. كل شيء وقته. المسافرين معكم يكونوا من هين؟ والله يعني يوم بتاخذ مسافرين من مسقط جايبينهم هم جايين بس من مسقط ما لازم الا المضيبي حد الروضه على السمد على الشريعه حد المضيبي على اللزق على الميسر نعم انه هاي كل واحد بلاده نعم قرب بلاده اذا ما عنده متاع في السياره نعم. شيء ثقيل لازم نزل على الشارع نعم واذا كان شيء عنده متاع ثقيل وكذا فدي له بلاده قربنا من مضيبي بسم الله قربنا من مضيبي قربنا يلا عاد اخر موقع بنتوقف نصلي هي بنصلي بنصلي هنا وطالعين بنصلي ورايحين هي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, الله. وبلال نعم وصلنا الحمد لله على سلامة الوصول الحمد لله هذه مضيبي هذه مضيبي وتوصلوا هنا في المسيلة وصلنا هنا هذه محطتكم الاخيره نهايه ويكون جايين حمال وجايين ديل نعم مبيت هنا زين الى الصبح هي. راع البلاد يروح بيته زين والغريب اللي بلاد بعيد شويه هي. يبات في السياره زين زين والصبح راع البلاد ينزل سامانه والانسان بعيد جاء نعم نشد له سامانه وننزل له اياه في مكانه طيب اباك تحكي لي بما انك انت دخلت مع اول سياره دخلت البلاد هني نعم وقتها كنت انت المعيوني في السياره ايوه نعم ايش اللي حصل ماشي حصل للخير ايه؟ جينا من هناك انت انا معاون وما سايق نعم وندلينا ما ندلينا اول شيء المضيب على الوصف الى الوصف الى وصلنا هنا نعم تمينا 3 أيام طريقنا ايه؟ نحاول نوصل للمضيبي صح لين وصلنا يوم وصلنا نتعرفنا المكان كيف الناس استقبلت السيارة؟ لا ما إننا غريبة عاد وايد غريبة هي. لكن هالبلا يستقبل شافوا القضران وهذا شافوا كل شيء غريب إنزين وصل السيارة مضيبة ولكن إن شاء الله حنصير فيها ويجي ويصير استود حديث الناس الناس يا حديث نعم. الناس نعم. باتصير هنا سيارة باتي جات سيارة زين تمام يا أبو بلال جزاك الله خير اليوم سويت لنا رحلة حلوة من مطرح إلى المضيبي ما سوي شيء أنا لا ما قصرت ما قصرت أي طريق أنت ربونها صح أنت تذكرت أنت ذكرتنا بيعني وسيلة النقل اللي كانت موجودة قبل النهضة والمشوار اللي كان يقضوه اللي نقضيه اليوم في ساعتين كان يبالي يومين نعم يقولوا هنا في مضيبي يتواصفوا بك يعني يقولوا ما سواقة ربيع هذا زمان صح تا جديد زين جت سواقة دريول جديد ايوه تو كنت متكلها دريول ربيع ما عاد حاجة لا تستاهل ما لي حاجة ربيع تو تستاهل وايد ابو بلال تو بودري قبش اي تو سهلة تو سهلة تو سهلة سوق الحرمة سوق صح كل حد يسوق ما غريبة نعم ما غريبة سواقة جزاك الله خير أبو بلال ربيع بن سحلوف بن سالم نعم غنائي نعم
كفيت ووفيت. الله يطول عمرك. تدلينا بشيء؟ يوجي محسن. والوقت اليوم حلو وكنا المطر جاي. الحمد لله.